عرضنا فاعل مش معاون وشاركت في الملاحظين ديال الانتخابات سنه 2015 و2016 وتنشكر الوكاله الاجتماعيه اللي عطى واحد النبذه على التمكين الاقتصادي للنساء وتنشكر المجلس الوطني لحقوق الانسان اللي تقوم بمجموعه من المجهودات الجباره من بينها انه تشارك في الملاحظات المحايده المستقله لتاطرها القانون 31 اللي هو تيعطي واحد الخلاصه على الاحزاب السياسيه وخصوصا التمكين السياسي للنساء او ما يسمى بالمشاركه السياسيه للنساء، لاننا في هذه اللحظات بالرغم من المجهودات الجباره اللي تقوم بها المجلس الوطني لحقوق الانسان ومجموعه ديال الجمعيات ديال المجتمع المدني من بينها جمعيه ديال الانطلاقه وجمعيه ديال التفاوض اللي كنشكروها على المجهودات الجباره اللي تقوم بها المجلس الجهوي اللي اقرا السي مصطفى ابو الخير واحد النبذه على المشاركه السياسيه للنساء، الا انه لا زلنا نتخبط على انه بان المراه لا زالت لم تكن في مراكز القرار، بانها تتشكل فقط ارقام انتخابيه فقط، ولا انها لن يكملوا بها الكوطه ولن يكملوا بها المكاتب السياسيه. علاش؟ والان نلاحظوا بان المراه اصبحت بانها دخلت التاريخ بابه الواسع، اصبحت المراه تحقق نجاحات في مجال ديال التعليم، ديال الصحه، ديال الطب، ديال الطيران، وهادشي اللي فرحنا، والان بغينا المراه تكون في مراكز القرار الى جانب الرجل. علاش المراه تلقاها مثلا كمرشحه فقط؟ علاش ما تكونش رئيسه المجلس الجماعي ولا رئيسه ديال المجلس الاقليمي ولا مثلا تكون في البرلمان؟ تكون عندنا نسبه ديال النساء، تكون واحد النسبه مرتفعه في البرلمان، لان عندنا كفاءات عاليه. عندنا النساء عندهم ماستر، عندهم دكتوره، وتحيه جمعويه وتحيه لجمعيه التفاوض على الاستضافه وشكرا. هذا يقولون ما قاريش،
ولكن راه ولدو بنات ولدو دراري، والحمد لله هاد البنات والدراري قراو وتكونوا ودخلوا الاحزاب السياسيه، دخلوا الجمعيات، دخلوا ولاو دابا في المؤسسات ولا في البرلمان. شكون اللي كيحكم دابا البرلمان؟ شكون اللي كيحكم الحكومه؟ واحد الجيل اللي ولدته ام ما قارياش. ولكن انا ولدتني ام ما قارياش وما عطيهاش الحق. اذا كما كنقولوا بان الراجل كيبغي في راسه ما تيبغيش، كما قال الاخ خاص تكون رغبه سياسيه. هكا نهضروا حتى تنعياو، خاص تكون رغبه سياسيه عندنا الجميع. الانتخابات راه عشنا المراره، راه مثلا القانون راه غير بزز باش طاط الشعب. هادشي راه بدا، هادشي عشنا في الواقع. وشحال من مره تنقولوا يا زيد ترشحي، وعندها تبارك الله الدكتوره، عندها الماستر، عندها. انا ما بديتش على الصداع او ندير لك الصداع الا هو راسي بواقيم. انا بدي مقدم وشي، انا بدي مفرش على الدودات. ما يمكنش، خاص تكون جرأة وشجاعة عند المرأة باش تواجه وتكون. ما كانش اللي يكون هذا ولا يكون هذا الا براسها، هي اللي غادي تكون راسها. تلقى في الجمعيات، المجتمع المدني، التنمويه، الحقوقيه، تلقى في الاحزاب السياسيه، الحزب اللي عجبها تمشي من اليمين حتى اليسار. تمشي النقلات نفس الشيء، الخاطئ تخطا، صحاح تخطا، صحاح. اليوم خدامي غادي يلقاو مجموعه ديال النساء في المغرب كيديروا مداخله في المستوى. على غادي ديك الساعة الراجل فين غادي يبان؟ غادي يرجع اللور، وغادي يكون حتى واحد التغيير، غادي تكون إرادة سياسية هاد المرأة اللي غادي يجيبوها لهاد المكان المناسب كما وقع الآية الآن. كتشوف دابا الكونكور ديال 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 لافارماسي مثلا، ديال الآخرين لو كلاسومون ديال اش؟ الناس اللي كنلقاو في البريمير كلاسومون دوزيام تروازيام كاتيام حتى لو دوزيام عاد تلقاو الدرين. إذا حنا بالقراية فرضوا يوصلوا، ولكن في المجالات الأخرى باش يوصلوا للمؤسسات خاصهم يتحركوا وينخرطوا في الاحزاب والجمعيات الى اخره. باش ما نقولش شكرا 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 الاخ سلطان. باش نسمع كل ما يدي حقر دائما قال انتناي المناصفه للمراه والرجل، انتناي حتى المناصفه للغه الانجليزيه، لان كل شيء سواء اللغه العربيه تمازيغ مع الاسف هي اللغه الرئيسيه. المهم الواقع انت مغرف في المغرب النغ يفيق سنة الحواج، يفيق تفوق على المستوى مبارات أكاديمية التعليم إذا فيق 86%، تفيق النسبة للفهياس اللي داير شحال ديال الباكالوريا ربما كذا 60%، ولكن على المستوى السياسي تفيق يا الحاجة أظن الجانب السلبي مثلا وهو ضعف المشاركة السياسية المتمطوط معك. أين دي جبد راس الكوطة مريد دي سنجا الكوطة ما تقيم صفر بس إذا خمسة إذا غير الناس سيبوخ نعاوس الكوطة، ومع ذلك قيمة المشاركة تضعف بزاف. لكن تصورهم إذا يبان الميساج إذا غير الزين، وهو المشكل الركني هي النمط الاجتماعي اللي كنتعيش هاد المدرسة إلا هي الغرض، المدرسة إلا هي الغرس البيت الابتدائي كفنغ ديال الواقع اللي اختلف التقدمية. بمعنى أنه تنقص تنقص في مجتمعنا في إطار الثقافة المشرقية، لأن الثقافة المشرقية الغرب غتوصل الثقافة المغربية مازيغ الحضارة لمازيغ القوانين لمازيغ نختص غير في الثقافة المشرقية امتثل غير في الواقع. ما يمكنش الانسان داس تربات التنطط اتيز نسيني فهياز الاتيار ودو تشارك في قال المؤتمر السياسي المؤتمر حزبي ديالي الا في العراق ديالي وتنميه منه. هذه هي الولايه الثانيه لانني نفرض
كيترشح معاهم يعني فاش كيجيو الانتخابات كيجبدوا شي وحده اخرى كيمشيو كيخدموها لواحد مثلا مجلس تقليدي ولا جهه ولا برلمان ولا شي حاجه. يعني بالمناسبة أنا في 2015 فاش تحت ليا الفكرة باش نترشح يعني أنا اللي فهمت راسي أنا اللي ترشح براسي عاد ديك الساعة مشيت نقلب على تزكية باش نترشح. يعني واحد الحاجة اللي كنت نقولها لكم خاصنا بعدا أولا نعالج واحد الفيروس اللي كيكون في وسط الأحزاب. هذا الفيروس كما قال الأخ سمير قبل يعني ما كاينش اللي تغيبوا ولا باش نوصلوا لواحد المركز والقرار بلا ما يبان الاخر عند الاخ عبد الله علاش مثلا ما تكونش رئيسه الجامعه ولا تكون برلمانيه ولا شي حاجه شكون غادي يدي لها السعر ديال الراحه. راه كما كنقولوا راه كيمشي حتى لاخر المطاف ولا كيدخل حتى الصباح الاخر كاين اللي كيجبد المرشو كاين اللي كيجبد الاخت ديالو كاين اللي كيجبد شي حاجه مع العائله ديالو وكيخدم على الترشيح. ولكن واحد الحاجه اللي كتبت فيا الامل وغادي يسمح لي استفسار او الخير راه الخير حاجه ياك الزوجه ديالو ترشح في واحد الحزب ولا واحد الحزبيه المهم كما قلتوا لكم يعني خاصنا نعالجوا واحد الفيروس اللي كيكون وسط الاحزاب عاد ديك الساعه حنا باش نمشيو نوصلوا واحد المركز القرار ان شاء الله. واشكر كذلك الاخوه المحاضرين مداخلات حاولت ان تقارب هذا الموضوع هذا ديال يعني تحقيق المساواه والمناصفه بالنسبه للمراه. يعني هاد حتى هاد يعني في ظل الاحصائيات اللي قدموا الاخوان فحتى المطالبه بالمناصفه والمساواه فهو فعلا فيه ظلم للمرأة. ولذلك يعني المشاركة خصنا نمكنوا للمرأة ويجب للمرأة أن تمكن لنفسها هذه المشاركة السياسية. علاش؟ المرأة اليوم أثبتت أنها عندها كفاءة وأنها كتستحق باش أنها تولى مناصب يعني في جميع المسؤوليات. لكن في المجال السياسي يعني الأخوات مثلا اللي كيحاضروا في المجتمع المدني وكيطالبوا بهذه المساواه وهذه المناصفه كنلقاوهم مثلا في الانتخابات ما كيتقدموش الانتخابات. الاخوان اللي كيدافعوا على المساواه والمناصفه والمشاركه السياسيه ديال المراه كيسد على مرته في الدار وكيقول لك هو خرج يعني الا ما شجعناش حنا النساء ديالنا والبنات ديالنا والاخوات ديالنا على المشاركه في الحقيقه راه بحال الا كان ما نعرفش واش كنضحكوا على راسنا ولا كنحاولوا كنديروا واحد التمثيليه اللي هي سيئات الاخراج. كنجيو كذلك البعض كما قال السي مصطفى انه والسي سابير راه جربنا الشهاده في الحملات الانتخابيه السابقه فاش كيجيو الانتخابات كتبغي تقدمها ماشي قضيه ديال انك ديرها في اللائحه يعني التكميليه ولا اللائحة النسائية وإنما كتبغي تقدمها كوكيلة ديال اللائحة ما كتبغيش. صحيح أن هادشي هذا راجع للعقليات والبنية المجتمعية اللي خصنا كامل خصنا نساهموا فيها. نعطيكم غير مثال مثلا كاين إكراهات أحيانا فاش كنجيو مثلا للتشكيل ديال المجالس كيكون هناك إكراهات اللي كتفرض أنه إما المرأة ما كتبغيش أنها تقدم وتولى المسؤولية ولا أنه ذاك الصراع على المناصب كيخلي أنه كندفعوا بالمرأة باش أنها دير لنا هذاك التنازل مثلا. فمثلا المثال ديال الجماعة ديال بني عياط اللي حنا كنتواجدوا فيها ما فيهاش مرأة مثلا في هذيك النسبة اللي عطاها المشرية ما دارتها ما داروهاش. رغم أن الإخوان مثلا يعني كي 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 يعني مقتنعين ومتشربين مثلا هاد الفكرة هذه ديال المناصفة وديال المساواة وهي ديال دعم المرأة والمشاركة النسائية. راه إلا ما كناش مقتنعين وما كانش المرأة كذلك مقتنعة بهذا الشيء اللي ديال المشاركة السياسية راه كونوا على يقين بأننا كنبقاو غير يعني كندورو في واحد الدوامة اللي هي مفرغة. وبالتالي راه خصنا فعلا خصنا حتى المجال دابا هاد النساء كاع اللي تقدموا مثلا وتنقولوا بان راه فعلا قدمنا على المستوى مثلا العربي ولا الافريقي ولا سميتو راه المغرب يعني كتحتل مرتبه رياديه في هذه المساله ديال التمثيليه. ولكن اشنو هي الاضافه النوعيه مثلا اللي زادتها
هاد المراه مثلا في المشاركه ديالها السياسيه، نديروا مثلا واحد التقييم ولا اشنو هو يعني خصنا نديروا يعني تاهيل ولا تخليق الفضاء السياسي بعدا قبل يعني من نتبناو هاد الاطروحه ديال المساواه. وشكرا. النساء اللي كاينين في الجامعه حاليا وعام رفيقتها كومباني ديال الناس اللي ينجحوا باش يسمى هي مرشحه باش غينجح. الجمعيات الغياب ديال النساء في الجمعيات ولا التعاونيات ما كاينش النساء، وخير دليل ان الجمعيه اللي ديال تيفاوين راه ما فيهاش شي عضو نسوي يمكن. هنا المشاركة السياسية ضعيفة بزاف في الدنيا، باش حنا غادي نشجعو هاد المرأة هادي باش غادي تمارس السياسة لابد نوفرو ليها واحد الفضاء فين غادي تمارس هاد السياسة هادي، نوفرو ليها واحد الفضاء فين تزاول المهن ديالها ولا شي حرفة عندها تزاولها، وتكون واحد المشاركة بين الجمعيات والتعاونيات، وغادي إن شاء الله غادي تكون مرشحة باش غادي تكون في تمارس السياسة بواحد الشكل اللي هو إيجابي. ونساء أي طياب يحتاجون إلى 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 محاربة الهدر المدرسي، باقي عندنا واحد نسبة كبيرة ديال النساء ما قاريهاش أميات ما يمكنهاش تمارس السياسة وهي غير مثقفة. وتشجع المرأة على مزاولة المهن الحرة وعلى السلطات العمومية على تأطير النساء غير أنه الكفاءات والمؤهلات غير واردة عند النساء ديال الجنايات. هذا مشروع التمكين السياسي للنساء راه في حالة تحقيق المساواة والمناصفة بدعم من الجمعية ديال تيفاوين، أنه اليوم ما كانش واحد الحضور اللي هو كبير ديال النساء، ما عرفتش واش الناس ما فراتهمش ولا باش حنا نناقشوا واحد النقاش يكون واحد النقاش كبير، وكاع الناس النساء اللي خاصهم يهضروا في هذا الفضاء هذا النساء اللي خاصهم يهضروا ماشي الرجال، لحقاش هذا الشيء هذا مخصص للنساء. الو حنا بغينا نهضروا على مستوى الناحيه تنطلب من هاد الناس هذو اللي من الشيء هذا باش يشوفوا الحلول المناسبه باش الناس النساء ديال الناحيه يمارسوا السياسه ويمارسوا اعمال اخرى. هذا وتحيه لكم. اللي هو اول شرط كمان بعد التدعية في الكورونا وتنشكروا عليها الرئيس سي بورجا سي بصفة وفي الصديق ديالو في كلا سنة غالية على التعريف الاخت رئيسة الدجاج الجهوية الاخ ما نعرفش كيف يعني تقول لهم في يعني جميل جدا ان نتكلم اليوم عن اقول عن الرجل الثانية في المجتمع ان الرجل مش كبير المرأة الشاميرة أنا يابس وما قوي عليه ما يمكنش يكون متفائلين أكثر وما يكونش عاقلين مش مشاكل أكثر، فالمرأة المغربية حققت مجموعة من المكتسبات مقارنة مع مجموعة من الدول اللي والله يا الله وصلت يا المرأة تسمح لها تمشي بالطوموبيل يعني المرأة والله إذا ولا تكون من عمرها شو صار ويقول لها ما تخرجش تكون عندها تخرج مع المحامي ديالها ما تخرج وحدها يعني الدول ديالها والشركة هما أكثرها يعني ولكن بالنسبه للتمكين السياسي في نقطتين عريضتين غادي نهضر عليهم ايجاب بشكل مكرر اللي هي الجانب الذاتي والجانب الموضوعي. الجانب الذاتي اذا جاء المرأة حدثها لان ما تنساش مثلا اذا كان المغرب تخلع عليه مع هذا المدرسي ديال النساء بهذا المدرسي ديالنا في الجامعات بهذه الداخليات بهذه المدارس الجامعاتيه، ولكن
كاينش قلت باش ما كاينش موازي واحد الحساب في المجال السياسي تعليل المرأة اللي تشتاها باش تعرف الموازي باش تعرف الفلوس ولكن ما تتبش المسؤولية ديالها لا تخلط كما كما قال الأخ ولا تخلط فساد تدخلي هذه الانتخابات كتقول لك ما تخرجش هذا عاوتاني راجع لأنه بل مجموعة يعني من التقاليد المجتمعية اللي خاص المرأة اليوم تنطاق ماشي بوروبور لا تنطاق الاشكال كل واحد من الخلايا النسبية لهذه التقاليد هذه باش تخرج هي تشارك لأنها ثانية نفس المجتمع وكان جانب الموضوعي اللي هو أن مثلا داخل الأحزاب السياسية مجموعة من الأحزاب السياسية تدعي مثلا صوت نسائي يعني ترشح ولكن في اللحظات الأخيرة تجي الزبانية ديال الكاتب العام من الرجال اللي يدخلوا على كتب المرأة وما بقاش ترشح يكون يعاونها بطريقة أو بأخرى غضبت ذلك الرجل هو رئيس الحزب ولا الأمين العام للحزب بل يصبحون أدوات يحركهم الحزب
حسب أجندة معينة. لهذا يجب على النساء أن يفردن أصواتهن في أحزابهن وإشراكهن في الخطط والبرامج التي يتبناها الأحزاب، وعدم الانحصار المرأة في دائرة معينة في الحزب، بل العمل مع كل مكونات الحزب. وعلى الحزب أيضا احترام آرائهم السياسية وتزويدهم بالمعلومات اللازمة عن الأنشطة والفرص الاقتصادية المتاحة، وتعزيز مكانة خاصة للمرأة عبر إدماج حقيقي في شتى المجالات وسبل حصولها على حقوقها القانونية. ولمساعدة المرأة على ولوج العمل السياسي وتحقيق إنجازات مهمة، هناك استراتيجية أساسية من شأنها تشجيع المرأة على ذلك، وهذا حق مكفول لكل امرأة، وتضمن عدة محاور أساسية، وهي التمكين السياسي وهو موضوع الندوة هذه الندوة، والتمكين الاقتصادي وهو دعامة أساسية لكسب رهانة التنمية وحمايتها من الابتزاز والعنف. أما يمكنش نقولوا للمرأة غادي ديروا ديروا هي راه ما عندها حتى ريال، الدولة خصها تعاونها باش على الأقل راه كاينين أسميتو فين غيخدموهم، كاينين العيالات اللي خدامين دابا كيصوبوا الطواب ولكن ما عندهمش اللي يسوق لهم المنتوجات ديالهم. والتمكين الاجتماعي، التمكين الاجتماعي للمرأة هذا مرغوب بخروجها من المنزل، ما يمكنش المرأة باش تزيد اجتماعيا وهي جالسة في الدار وكتسنى الناس يجيو عندها، خاصها تخرج تقلب وتدبر باش تولي سياسية. والقضاء على العنف ضد المرأة بجميع أشكاله المختلفة مع ضرورة رفع مستوى الوعي وتغيير السلوك، ذلك عن طريق حملات التوعية، وأخيرا تغيير المفاهيم المغلوطة والأفكار السلبية لدى الرجال التي تسودها عقلية ذكورية التي ترى في المرأة سوى تابعة خلقت للبيت وتربية الأطفال لا للعمل والتميز والتفوق في كل المجالات. السلام عليكم. لأن هذه مبادرة زوينة للبلاد، كنشكر سعادة القايد اللي جا حضر وصلنا سمح لنا وصل، والجميع الحضور الجميل اللي دار الخواطر. القضية ديال الانتخابات، علاش ما تيدخلوش النساء في الانتخابات؟ أولا هاد المرة اللي بغات توظف واعية عندها دكتورة ولا عندها بكالوريا ولا باش غتدخل؟ خصها واحد 20 مليون ولا 10 مليون باش دير الانتخابات والحملات. هي مشاو بعيد ونهضروا مع المدن كل واقع، لان حنا المواطنين ما كنتبقوش داك الشيء ديال الديمقراطيه، راه غترشح على السيد هذا راه غيدير لنا البير، وعدم الثقه ما بقاش بعضياتنا بعض، لا في الاحزاب لا في المبتدئين لا في حتى واحد. علاش؟ السياسية ملي تيقول لك واحد دخلوا للسياسة، شنو هي السياسة؟ الروغة كتروغني، ماشي دستور ماشي قرآن. يظن حنا دابا اللي غادي نطلقوا لهاد العيالات باش يخرجوا للميزانية ترشحوا ويمولوا ويديروا اليوم، كل هاد الشيء غير لعبة. اللي تيقول هاد الحزب وتيقول هاد الممثل وتيقول هاد الرئيس وتيقول هاد هذا كامل داك الشيء اللي تيقولوا غنديروا 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 حتى حاجه ما تيديروا ولا اللي تديروا ربي. باش نكون واضح ما نبقاوش نغطيو الغربه الشمس بالغربه، نخبر نهضروا نيشان. حنا تنشكروا اي شخص جاب شي حاجه للبلاد تنشكروه، ولكن دابا كملنا حنا رجال وكملنا كلشي بقاو لينا غير هذه غير تشكيل العقليات. بالنسبه لي انا تشكيل العقليات. السياسه اش داروا لنا هذو اللي سيسونا؟ اش داروا لنا؟ كيكذبوا علينا ونسنتوا الكذوب وغاديين في الهاويه. هادو معقول ما نبقاوش نغطيو. نتوما درتو واحد الخدمه تديرو مبادره الله يسر عليكم، شتو لينا واحد شي حاجه جديده رقصناها منكم، ولكن القضيه ديال النساء انا غادي نصيفط بنتي دابا عندها لا ليسونس ونصيفطها دابا ترشح وما عندها حتى مليون. انا خصني الا بغيت هاد الشيء ديالي خصنا حنا اللي نقولو ونوقفو راهو الا بغيتو نطلعو النساء. انا ملي تيكونو ترشيح انا بني عيط دابا 23000 ولا 24000 ما
نسبه ملي تيكونوا الترشيحات كاين شي واحد دابا اللي تيخرج كما قال الشريف تنجيبوا مرا تنديروا حتى انا باش نطلعوا هادشي اللي تنديروا ما باش نزيدوا قدام باش رئيس الجامعه ولا تشدوا عليه هما خدامين 5 ولا 6 عطيناهم شي قيمه ما عطيناهم شي قيمه حنا اللي تنحضروا العيالات وفيهم امتنا وخوتنا وخواتاتنا والزوجات ديالنا وجداتنا وكلشي فيهم ولكن هادشي خصنا حنا اللي نفكروا كرجال علاش حنا دابا حنا ما عطيناش الاهميه للانتخابات نهائيا في هاد البلاد علاش ما بقاش عندنا ثقه في تنفسنا ما فيهمش ثقه ثقه حينا حتى نفسنا ما فيهمش ثقه انا هضر معقوله خاصه نهضر بالشهاده علاش الناس تيوقع شنو اشنو تيوقع منين الواحد دابا تيخسر 30 مليون منين بغا ياكلها بغا ياكلها ذم العروض ذم العرج وذم ديك المراه وذم هذا وذم هذا وذم هذا الشيء راه ماشي هذا ماشي ماشي القانون راه تيحلفونا نهار الجمعه وتيصيفطوا لنا ويقولوا لك هاك ولكن حنا تندبحوا بعضياتنا بعد وحتى النساء حنا اللي تنحكروهم كتبقى واحد البوها في الحبس تمشي لعند راجلها في الحبس ودار راجلها بالقبر كلها حياتها 70 ديالها دوزاتها في الحبس والسلام عليكم ورحمه الله.